عم يكمل التقوية، تقوية اللي هو البايثون. في الماضي تكلمنا عن الأمور اللي هو المتغيرات والدوال وغير ذلك. الآن راح نتكلم عن المودلز، موجودة فوق تشوفونها. زين، طيب بسم الله خلينا نبدأ سريعا. الوحدات النمطية وهي أجزاء من التعليمات التي كتبها أشخاص آخرون لإنجاز المهام الشائعة مثل إنشاء أرقام عشوائية أو إجراء عمليات حسابية وما إلى ذلك. باختصار خلونا نتكلم عن شيء اسمه المكتبات. في شيء اسمه المكتبات تقريبا في معظم اللغات. زين، المكتبات شنو فائدتها؟ فائدتها العظمى أنها تنجز لك أشياء أو تأخذ أشياء من عمل أشخاص آخرين، مطورين آخرين قاموا بإنجاز أشياء. زين، مثلا على سبيل المثال وعطاك هني اللي هو الرياضيات، مثلا في اللي هو مكتبة اسمها مكتبة الرياضيات، موجود في السي شارب، موجود هني، أتوقع في لغات أيضا ثانية أيضا موجودة. زين، هذه المكتبة زين جهزها ناس آخرون قبلك في حقيقة الأمر، فهم اختصروا عليك شوطا. زين، في اللي هو في التعب، هذه التعب راح تستغرقه في انشاء اللي هو الميثودز. زين، والدوال هذه لا خلاص هو منجز، بس انت عليك انك انت تكتب اسم المكتبه، من ثم تستدعي شنو الميثودز الموجوده فيها او الفانكشنز. زين، فقط تستدعيهم من ثم تستخدمهم بشكل مباشر. هذا يختصر عليك الكثير جدا. وفي نهاية الكورس طبعا أنا ممكن ما راح أكمل هذا الكورس إلى النهاية، أنا بكمله أو بغطي الأشياء الموجودة عندنا في الكلية التقنية. زين، ما راح أغطي كل شيء مثل له الـ OOP مثلا، لا ما راح أدخل فيه، أنا ما راح أقول عن هذه الأمور. كويس، عموما هذه تختصر عليك كمية كبيرة من اللي هو شنو الوقت، فبهالشكل تستفيد من وقتك. هذا المودلز خلينا نشوف الآن شو اسمه بقى. يقول زين، يقول لك الطريقة الأساسية لاستخدام الوحدات النمطية، الوحدة النمطية هي إضافة اسم وحدة. زين، حلو، وحدة الاستيراد، وحدة الاستيراد في الجزء العلوي من العمليات البرمجية. تحط أول شيء تستدعي اللي هو المكتبة في البداية، بداية الصفحة، ثم تستخدم اللي هو شنو المودل نيم اللي هي اسم المكتبة، من ثم اللي هو الفار اللي هو المتغير، حلو، للوصول إلى الوظائف والقيم اللي هو في الاسم var في الوحدة النمطية. خلنا نشوف الآن، خلنا نتعلم شيء. هني عندنا دالة اسمها، أو عندنا دالة، عندنا مكتبة اسمها random، نسمي المودل هو هني. اللي نجي ونستخدم اللي هو الكيورد الامبورت. كيورد يعني اللي هو اسم عموما محجوز، حلو، اللي هو امبورت. من ثم نحط اللي هو اسم المكتبة اللي بنستدعيه. هنا بنستدعي الراندوم. الراندوم هذه مكتبة تطلع لك الأرقام بشكل عشوائي، ممكن أنت بتكتب بتحط دالة مثلا بتسويها بنفسك فشوي بتتعب، أنما راندوم خلاص جاهزة فبتستخدم بشكل مباشر. هنا جينا إلى فور، بعدين دورنا في الفور من واحد إلى شنو؟ من واحد إلى أربعة. طبعا الخمسة قلنا في الدروس الماضي أنه يكون مستثنى. جميل، من ثم درنا فيهم من صفر إلى أربعة مثل ما ذكرنا اللي هو خمس أرقام في الحقيقة. فجينا هنا وسوينا الفاليو، قلنا أسندنا إلى الفاليو الراندوم، بعدين استخدمنا الراند إت إنت. زين، وقلنا إن إحنا نبقي العدد زين اللي طلع لنا بشكل عشوائي يكون من الواحد إلى الستة. جميل، بهالشكل إحنا نتعامل مع الراندوم. ممكن ما ذكرنا الراندوم قبل، بس علينا ان احنا نعرف ان الراندوم تاخذ تو باراميترز او تو اللي هو شنو ارجيومنتس. حلو، ارجيومنتس ذكرناها ايضا في الدروس الماضيه على انها هي الاشياء اللي ندخلها في الدوال تسمى ارجيومنتس. حلو، فندخل هذه التو ارجيومنتس. الاول هو يكون الفروم،
من حلو، والثاني يكون تو الى حلو. فلو زدنا مثلا هني خلنا على 9 راح يكون اللي هو العدد اللي بيطلع عندنا العشوائي فعلا، ولكن من الواحد الى 9. خلونا نجرب الان زين الدالة. جميل، طلعت لنا فعلا اعداد عشوائية من الواحد الى 9، لو تلاحظون هني 7. جميل، الان اللي ابغي اذكر او افهمكم اياه او درسنا حق اليوم مو بالدالة او طريقة استخدام الدالة بالضبط، لا، درسنا اليوم كيف نستدعيها زين وكيف نعرف ماهيتها، شنو هذه بالضبط. هي عموما هي عبارة عن مكتبة نستدعيها في الاعلى من ثم نستخدمها في الاسفل. جميل جدا، هذه اللي هو درس مهم جدا بالنسبة حق طلاب الكلية التقنية. خلنا نشوف هنا اسم ذكر من نقطة، يقول يستخدم الكود وظيفة randint حلو المحددة في الوحدة العشوائية لطباعة 5 أرقام عشوائية حلو، لأن الدوران قلنا قبل شوي من صفر إلى أربعة اللي هو 5، عموما 5 أرقام عشوائية في النطاق من 1 إلى 6، بس قاعد يوصف لك عن اللي هو حطه. جميل، هني مشاريع، أنا عندي نصيحة لكم بالنسبة حق المشاريع، حاولوا أنكم هذه المشاريع ما تجطلون بها تماما زين، اخذوا هذه المشاريع وحطوها لكم كمرجع في اللي هو الجيت هاب. ممكن الشركات لو شافت عندكم في الجيت هاب كمية كبيرة من المشاريع أنجزتوها راح تنظر إليكم نظرة مختلفة، فهذه نصيحتي لكم بالنسبة حق اللي هو المشاريع هذه الصفائر الموجودة تحت. عموما هني نو دانس حلو أو دايس عذرا نشوف لا نرد حق النرد مشكلة حلو لا مشكلة. خلينا نشوف شو اسم اللي يبونه من حلو، يريد صديقان لعب الطاولة لكنهما فقدا النرد، قم بإنشاء برنامج ليحل محل النرد حلو. عندهم لعبة الحية على سبيل المثال، هو حط لعبة طاولة بس هو لعبة الحية زين، وضع النرد مالهم، خلنا ننشئ لهم نرد. اتوقع انه سهل بس بوريكم شلون حليته انا، لان انا حليته من قبل، ما ادري النت عندي صار سيء فجأة، فخليني اشوف شو القصة وياه. حلو والمشكلة انه قد يطلعنا برا الحين، فشوي الامور مو كويسة. طلعنا برا يلا برا حلو زين. الان الان خلينا نقرا اللي هو السؤال عشان نفهم اللي يقول بالضبط. يريد صديقان لعب الطاولة ولكنهما فقدا النرد مثل ما ذكرنا مسبقا. جميل حلو، قم بإنشاء برنامج ليحل محل النرد، عند تشغيل البرنامج يجب أن يرمي النرد ويخرج نتيجة كل نرد حلو، في يعني نردين، هذا الصديق الأول وهذا الصديق الثاني حلو، هذا الأول وهذا الثاني. جميل، هني سوينا راندوم سيد، بعدين قلنا له أنه يدخل المستخدم رقم. جميل، من ثم شنو بيصير؟ بيرمي الأول والمفروض أنه يطلع من 1 إلى 6، ويرمي الثاني يطلع من 1 إلى 6. حلو حلو، هني في شي اسمه، في شي اسمه هاينز تلميح حلو. في التلميح شو اسمه يقول لك استخدم دالة راند random randint حلو لإنشاء قيم عشوائية في النطاق من 1 إلى 6 لكل نرد حلو. هني شو اسمه يقول؟ يقول سترى سطر random.seed في النموذج، في نموذج التعليمات البرمجية قم بتهيئة مولد الرقم العشوائي الكاذب
وفي هذه الحالة يضمن وظائف حالات الاختبار. هذه من عندهم طبعا شات طلبي يعني. يقول لك please don't touch this line. حلو، لا تستخدم هذه المطلقة. عموما اللي سواه حاليا انه طلع لنا الاجابات بشكل سليم 100%. زين، فبهالشكل احنا فهمنا شيء القصة في هذا الدرس. جميل. طيب الحين شو اسمه يقول؟ يقول ما هي الوحدة المستخدمة في هذا الرمز؟ حلو. بعدين بيستخدم بيسوي امبورت حق الماث، بعدين بيقول له اللي هو نمبر 10، بعدين يقول له شنو برنت ماث دوت سيكرت. سيكرت هذه حق شنو؟ اللي يتذكرها طبعا، ما اتوقع الكل يتذكرها. هذه حق اللي هو شو اسمه الجذر التربيعي، الجذر التربيعي في الرياضيات. فهني احنا هو يقول لك شنو اعطي بالضبط شنو استدعى من هو من مكتبة الماث. فهو استدعى الجذر التربيعي من دارة الماث، فبيجو يقول له الجذر التربيعي وخلاص. عذرا عن شكرا ما فهمت السؤال. ماث يقول لك وش المودل. اسف مش المودل. طيب حلو. هناك نوع آخر من الاستيراد يمكن استخدامه إذا كنت تحتاج فقط إلى وظائف معينة من وحدة نمطية. تأخذ هذه النموذج من اللي هو هذا ومن. طيب خلنا نشوف بس. طيب هنا عندنا الباي، الباي الرياضي. يقول لك عشان انك انت تستدعي متغير، حاليا مثلا احنا استدعينا ميثود او مستدعينا دالة داخل المكتبة، الان بنستدعي لا بنستدعي اللي هو متغير داخل المكتبة. اذا انت تستدعي متغير داخل المكتبة في بايثون، اول شيء تجي حق الكلمة المحجوزة او الكيورد زين اللي هي فروم، بعدين تحط اسم المكتبة، من ثم تجي وتحط import، بعدين تكتب له اسم المتغير الثابت اللي انت تبقي تستدعي. مثلا عندك الباي هو ابرز شيء في شنو المختبرات باجمعها او في اللغات البرمجيه باجمعها، فبيطلع لك هذا الرقم الثابت اللي هو حق الباي الطاء في الرياضيات بالنسبه حق الناس اللي تحب اللغه العربيه. زين جميل. حلو، استخدم قائمة مفصولة بفواصل لاستيراد كائنات متعددة على سبيل المثال. يمديك انك تستدعي اكثر من حد او اكثر من متغير ثابت بهالشكل. تجي وتقول import، بعدين تحط باي، بعدين تحط اللي هو الاشياء الثانية اللي تحتاجها. زين، يستورد جميع الكائنات من وحدة على سبيل الاستيراد الرياضيات. حلو، هذا غير محبذ بشكل عام لأنه يلخص بين المتغيرات في التعليمات البرمجية الخاصة بك والمتغيرات في الوحدة الخارجية. أبعاد الدائرة. هنا في مشروع يقول لك يتم إعطاؤك برنامج يأخذ نصف قطر الدائرة كمدخل، أكمل الكود لإخراج محيط الدائرة ومساحتها. زين، ممكن ان هذه يتم اعطائك برنامج. طيب هذه المشاريع ممكن انكم انتم تجون لها بعدين تشوفونها في هذا الموقع اللي هو سولو ليرن وتتحدون نفسكم فيها، وان شاء الله يوفقكم. فبحيل بدخل فيها عشان الوقت، اعتذر منكم يعني. زين، يقول لك املأ الفراغات لاستيراد وظائف سكرت من وكوز زين من وحدة الرياضيات فقط. حلو، الآن أول شيء نستخدمه في البداية راح يقول له from، كما ذكرنا مسبقا from،
من ثم import اللي هو شنو يبقى هو يبقى الجذر التربيعي زين، ويا أول وهذه اللي هو الكوساين زين. فبهالشكل احنا اتممنا الاستدعاء 100%. زين، تؤدي محاولة استيراد وحدة غير متوفرة إلى خطأ استيراد. في حالة أنك أنت كتبت بشكل عشوائي، تكتب اسمك وتستورد من مكتبة مثلا، راح يطلع لك خطأ في الاستيراد. حلو. طيب جميل. ما الخطأ الناجم عند استيراد وحدة غير معروفة؟ راح يجيب لنا خطأ في الاستيراد، فأقول import error. يا سلام، جيد. الآن خلونا نشوف شو اسمه صاير هني. يمكنك استيراد وحدة نمطية أو كائن تحت اسم مختلف باستخدام الكلمة الأساسية. يستخدم هذا بشكل أساسي عندما يكون للوحدة أو الكائن اسم طويل أو محير. جميل. في ميزة حلوة أنك أنت والله قبل شوي قلت لكم أن شنو الاستيراد، قلت لكم ان الاستيراد بكل بساطة يجي بالاسم باسم المتغير نفسه، ولكن في حالة ان انا بسميه باسم يطير او بخلي اسم واضح بحيث ان انا استخدمه لاحقا، يمدينا ان احنا نستخدم اللي هو الكلمة الاساسية زين او الكلمة المحجوزة as. حلو. بعدين احط الاسم اللي انا احتاجه، يعني حتى لو ابقي احط عبود مثلا، خلاص أموري طيبة، حين أقدر أستخدمه بهالشكل وأموري كلها طيبة ولا عندي أي مشكلة. طلع 10.0، الأمور كلها عسل. فبهالشكل إحنا فهمنا هذه المعلومة. هذه المعلومة إضافية تعتبر، نقر على جربها بنفسك للتلاعب كود. جميل، نقرنا على. طيب، ما هو الناتج لهذا الرمز؟ طيب هني الرمز شو اسمه يقول لك انتبهوا import math as m. حلو. بعدين بيقول لنا print math dot sqrt، بعدين 25 حط لنا. هني هو سليم 100%، الحل سليم او الشيء اللي هو حاطه، ولكن راح يطلع ايرور بسبب ان انت اذا جيت وحطيت لي ماث وبعدين حطيت لي از وبعدين حطيت لي اللي انت بي. جميل، يجب انك تستخدم اللي انت بي، ما تستخدم اللي هو شنو الكلمة الفعلية. فهو هني يحط ام، مفروض انه يحط ام هني، فراح يطلع له ايرور على الاغلب، او 100% راح يطلع له ايرور. فبهالشكل. جميل، هني ايضا قاعد يعلمنا على بعض الامور. يقول هناك ثلاثة انواع رئيسية من الوحدات في بايثون، تلك التي تكتبها بنفسك، وتلك التي تثبتها من مصادر خارجية، وتلك التي تم تثبيتها مسبقا مع بايثون. عندك ثلاث مكتبات زين، او وحدات نمطية او مودل على راحتك، سمها اللي تبي زين. الاولى هي اللي شنو تكون من مصادر خارجية، مجموعة شبيبة مبرمجين سواها او شركة برمجية سواتها، تقدر انت تجي وتستخدم المكتبات او المودلز مباشرة. عندك النوع الثاني اللي انت تسويها بنفسك زين، وتستدعيها في برنامجك. وعندك الثالثة هي الموجودة اصلا مسبقا في اللغة ذاتها. جميل،
النوع الأخير يسمى المكتبة القياسية، ويحتوي على العديد من الوحدات النمطية المفيدة. تتضمن بعض الوحدات النمطية المفيدة للمكتبة القياسية السلسلة، وإعادة التاريخ والوقت والرياضيات والعشوائية والنظام التشغيل والمعالجة المتعددة والمعالجة الفرعية. فعندك هذه المكتبات كلها موجودة، ممكن لك أن تستخدمها وممكن أنك أنت تطلع عليها. والله يوفقكم إن شاء الله جميعا. فهذه معلومة إضافية. زين، تشمل المهام التي يمكن أن تقوم بها المكتبة القياسية تحليل السلسلة وتسلسل البيانات والاختبار وتصحيح الأخطاء ومعالجة التواريخ ورسائل البريد الإلكتروني والأرجمنت سطر الأوامر وأكثر من ذلك بكثير. حلو. تعد مكتبة بايثون القياسية الواسعة إحدى نقاط قوتها الرئيسية كلغة. إملاء الفراغات لاستيراد وحدة الرياضيات. بس نقول له import. جميل. هذه الوحدة القياسية أو المكتبة القياسية. هنا المكتبة القياسية تمت كتابة بعض الوحدات في المكتبة القياسية بلغة بايثون، وبعضها مكتوب بلغة السي. يعني في بعضها مكتوب بلغة بايثون، بعضها مكتوب بلغة السي. هذه معلومة مهمة ممكن تحتاجونها في أحد الاختبارات اللي بتدخلون فيها في بايثون. يتوفر معظمها على جميع الأنظمة الأساسية، ولكن بعضها خاص بنظام ويندوز أو يونكس. حلو. لن نغطي جميع الوحدات في المكتبة القياسية ببساطة. هناك الكثير. الوثائق الكاملة للمكتبة القياسية متاحة عبر الإنترنت، وهذه رابط بايثون حق اللي ودي يعرف المزيد من المعلومات. حلو. يقول لك ما الاسم الذي يطلق على وحدات بايثون المثبتة مسبقا؟ المثبتة مسبقا مثل ما ذكرنا قبل شوي ان في ثلاث انماط، فالمثبتة مسبقا هي الستاندرد لايبرري. جميل. حلو. جميل. الان طبعا الان بطلع من هذه الفصل وراح اروح حق الفصل المهم بالنسبه حق الطلاب الموجودين عندنا في الكليه التقنيه. في فصل يكون وايش في اللي هو في الاختصار. طبعا احنا معظم المدرسين اللي عندنا يختصرون الوضع. طيب خلونا نتكلم في هذا الفصل على السريع، ما راح اتكلم واجد. انا راح انهي اللي هو معلومة نقدر نحن نحط ضرب ونحط ما لا نهاية من الأرقام بعدين تبغى خلاص. هذا مش موجود إلا فايت يا جماعة. وتعتبر اللي هو توب. طيب
نتكلم بس عن آخر شيء وخلاص أنهي هذا التقويم إن شاء الله بهذا الدرس الأخير. زين عن السيتس. السيتس زين هي شنو؟ هي المجموعات نفس اللي أخذناها في الرياضيات التطبيقية طلاب بالضبط نفس هذا هي المجموعات سيتس أخذناها في الرياضيات التطبيقية. اللي أخذناها في الرياضيات التطبيقية فيه معلومة مهمة جدا ربما كنت أحتاجها قبل 5 سنوات. زين المجموعات عبارة عن هيكل بيانات تشبه القوائم أو القواميس يتم إنشاؤها باستخدام الأقواس المتعرجة أو وظيفة المجموعة. يتشاركون زين بعض الوظائف مع القوائم مثل استخدام N للتحقق مما كانت تحتوي على عنصر معين. في بعض الأشياء يشتركون بعض فيها. فهني مثلا فوق سوالك ست سوالك مجموعة يعني المجموعة تحط الكلمة ثابتة ست من ثم تجي هني وتحط شنو وتحط قوسين متعرجين وقوسين دائريين زين مربعين ودائريين يا بعض. بعدين تحط هني بس يشيك يقول له 3 موجود هني ولا لا. هذا اللي فوق هذا ايضا ست زين حلو. فهني مثلا مش موجودة ايه لا لان في نوتس ها لان نوت ان زين فطلع لك فورس زين. وهني اللي هو قاعد بس يعلمك انه نفس الشيء زين نفس الشيء. فبهالشكل احنا استفدنا من هذه الست. طيب الست شنو ميزاتها بالضبط؟ احنا نعلمكم. لإنشاء مجموعة فارقة يجب عليك استخدام فاي عموما بهالشكل فاضي مثل ما نعلمنا في الرياضيات لأنه ينشئ قوسا فارقا زين. بس نحط هالقوسين وخلاص أو بتحطها بهالشكل على راحتك عندك طريقتين. جميل. الآن يقول لك ما هو ناتج هذا الكود بعدين بنحط له اللتر بعدين A و B و C و D زين. If E not N not N يعني مش يعني شلون أقول لكم إذا كان مش موجود بيطلع ترو عموما زين. N letters حلو طلع لي أول أو ثاني عنصر حلو مو ثاني عنصر رقم 1 مثلا زين وإلا طلع لي رقم 2 حلو. خلنا نجي حق الإي. الإي هل هو موجود هني؟ مش موجود حلو مش موجود يعني فولس بس في نوت فبيطلع ترو فراح يطلع لي 1 زين حلو. الآن زين الآن شو اسمه قاعد يقول تختلف المجموعات عن القوائم بعدة طرق ولكنها تشترك في العديد من عمليات القائمة مثل length يعني مثلا في length نقدر نحن نستخدمها. إنها غير مرتبة مما يعني أنه لا يمكن فهرستها ما يمكن فهرستها زين. لا يمكن أن تحتوي على عناصر مكررات وهذا اللي أنا كنت أتكلم عنه. إذا إحنا نبقي ندخل عندنا قائمة مثلا زين معينة نبي المستخدم ما يكرر فيها اللي هو القيمة والقيمة السابقة مثلا بتضيف لها قيمة جديدة خلاص ما تتكرر. فالأفضل إنك أنت تستخدم الست لأن في الست لا يمكن التكرار وأخذنا هالحكي في الرياضيات زين. نظرا لطريقة تخزينها من الأسرع التحقق بما إذا كان العنصر جزءا من مجموعة وليس جزءا من قائمة لأن هي زين تستخدم في الرياضيات فهي سريعة جدا زين وتقدر تتحقق من وجود العنصر على وجود العنصر بطريقة أسرع من الليست. جميل حلو. يقول لك بدلا من استخدام الحاق كلمة append زين للإضافة إلى مجموعة نستخدم add تستخدم add.
طريقة الإزالة تزيل عنصرا معينا من مجموعة، يزيل البوب عنصرا عشوائيا. إذا استخدمت كلمة بوب يزيل عنصر عشوائي، بينما إذا استخدمت كلمة ريموف يزيل العنصر اللي تبيه بالضبط. جميل، فالآن بيجي ويشوف لنا الكود. زين، عندنا الآن شنو؟ ست، عندنا اللي هو مجموعة فيها هالأعداد. لو تلاحظون في تكرار في الواحد والواحد مرتين أو ثلاث مرات بعد. زين، جو طبعها الآن في الطباعة لو تلاحظون ما راح يكون موجود الواحد ثلاث مرات، راح يكون الواحد موجود مرة واحدة. فهذا شيء مهم 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 جدا حق الناس اللي بتبرمج بايثون، وليس حق الطلاب الكلية لأن احنا ما خلنا أصلا. زين، بعدين أضاف إليها أضاف إلى الست سالب وخمسة، فما قلنا ما نقدر نضيف بالأبند. زين، بعدين أزال رقم ثلاثة. زين، فالآن أضاف إليها سالب خمسة سبعة والثلاثة أزالها بهالشكل. أمور كلها طيبة، فهمنا شنو الست تماما. زين، طبعا في أشياء كثيرة وتفاصيل كثيرة تشمل الاستخدام الأساسي للمجموعة، استخدام اختبار العضوية والتخلص من الإدخالات المتكررة. ممكن أنك أنت تتخلص ببساطة من الأشياء المتكررة، وهذا شيء رائع جدا. زين، نشوف الآن أضف الحرف، املأ الفراغات لإنشاء مجموعة، أضف الحرف زد إليها ثم اطبع طولها. جميل، الآن عندنا هذه اللي هو الست، نحط القوسين المتعرجين في البداية والنهاية، من ثم بنضيف اللي هو الزد، فبنقول لآد، ومؤخرا راح نطبع اللي هو شنو، راح نطبع طولها، فبنقول لين، وبهالشكل احنا فهمنا شلون نسوي هذه العملية. كما الرياضيات، إذا أنتم تتذكرون الرياضيات، جميل، عندنا هذه الأشياء اللي أخذناها أصلاً في الرياضيات يا شباب، يمكن الجمع. حلو، ركزوا وياي، هذه تحتاجونها في بعض المواقع الإلكترونية إذا جيتوا تسوونها. يمكن الجمع بين المجموعات باستخدام العمليات الحسابية، ممكن نحن نسوي عمليات حسابية على هذه اللي هو شنو الست أو اللي هو المجموعات. هي اللي هو هذه العلامة المطلقة أظن اسمها. زين، يجمع بين مجموعتين لتشكيل مجموعة جديدة. نعم، المشقل النقابي اسمه. تحتوي على عناصر في أي منهما. حلو، اللي هو راح يسوي اتحاد، تذكرون الاتحاد في الرياضيات، هذا هو. نقدر نستخدم الاتحاد ان احنا نجمع بين مجموعتين، يعني انا مثلا عندي مجموعة اولى ومجموعة ثانية، ابقي العناصر الموجودة في المجموعة الاولى تضاف الى المجموعة الثانية بدون تكرار. حلو، بدون تكرار، فانا راح استخدم اللي هو شنو هذه العلامة المطلقة. بهالشكل انا يكون انجزت هذه اللي هو هذا الشيء اللي انا احتاجه مثلا في الموقع. بهالشكل انا فهمت ان انا نقدر نستفيد من الرياضيات في البرمجة. حلو، هني التداخل. زين، تداخل المجموعات. حلو، التداخل يقول لك ان علامة الاند. حلو، شو اسمه يسوي بالضبط؟ هذا اللي يقول لك الحين، يقول لك يحصل على العناصر فقط في كليهما، يعني هني العناصر الغير مشتركة. غير مشتركة يعني خلي اعطيك على سبيل المثال، مثلا موجود عندنا واحد هني واحد هناك، خلاص يكنسل الواحد من الجهتين ويجيب لنا العناصر الغير متكررة اصلا من الجهتين. فبهالشكل يستخدم هذه. طبعا ما ادري نسيت شنو اسمه بالرياضيات، خلي اشوف الفرق تقريبا اسمه، تقريبا الفرق، ولكن ممكن انكم تشوفونه مع استاذ الرياضيات الخاص بكم. هني عندنا والله هذا هو الفرق، هذا هو الفرق، هني ما ادري والله شنو اسمه، بس عموما يطلع للاشياء غير مشتركة. الفرق شو يسوي؟
يحصل على العناصر في المجموعة الأولى ولكن ليس في المجموعة الثانية، ينقص المجموعة الثانية من الأولى. جميل، فهنا بنسويه بالضبط علامة ناقص، يعني هو علامة ناقص أصلا علامته. فالآن الموجودين في اللي هو المجموعة الأولى بيروح حق المجموعة الثانية وبينقصهم من المجموعة الأولى. بهالشكل احنا فهمنا الفرق، بالضبط نفس الرياضيات مثل ما ذكرت لكم. الآن راح نشوف الأخير، الفرق المتماثل. جميل، ونستخدم هذه العلامة. شو اسمي يسوي الفرق المتماثل؟ خلينا نشوف. يقول يحصل على العناصر في أي من المجموعتين ولكن ليس في كليهما. زين، الآن خلينا نشقه ونشوف شو اسمي راح يطلع لنا. شفاوا لو تلاحظون الآن في الاتحاد أول واحدة طلع لنا العناصر في الأولى والثانية بدون تكرار، راح يوفر عليكم وقت كبير في شو اسمه في إنشاء المواقع الإلكترونية والإضافة مثلا، أو إذا أنت بترفع اللي هو إكسل إلى الموقع أو شيء من قبيل راح يوفر عليكم وقت كبير. زين، عندكم اللي هو الثانية. زين، اللي هو الجمع، أو مو بالجمع، دي التقاطع أتوقع، اي تقاطع المشتركة بين اللي هو الأولى والثانية أتوقع، هو غير مشتركة، عموما هو بالضبط نفس العلامة قبل شوي، 4 و5 و6 مثلا، 4 و5 و6 بالضبط، نعم تقاطع هذي. زين، اي تقاطع 4 و5 و6 مكرر هني، 4 و5 و6. جميل، هني الثالثة هذا اللي قلت لكم موجودة في الأولى لكن مش موجودة في الثانية، هذا هو 1 و2 و3. زين، هلا بعدها طبعا هني سوى الفرق 2 مرتين، بدأ بال هو شنو بالفرست، بعدين السكند، بعدين السكند والفرست، يبغى يعلمكم الأشياء اللي تلاحظها بين الاثنين. فهني اعطانا الفرق بين اللي هو من الاولى والى الثانيه، من الاولى الى الثانيه، خلاص بيشوف اللي في الاولى مش مكرر، مش موجود في الثانيه، حلو، بيقول لنا 1 و2 و3. لو عكسنا راح يجيب لنا الاشياء الموجوده في الثانيه ولكن مو موجوده في الاولى، اللي هي 8 و9 و7. جميل، وفي الاخير اللي هو راح يتعامل ويانا في هذه شنو الاشياء المشتركه بين الاشياء اللي مش موجوده في الاثنين، يعني لو تلاحظون انهم موجوده هني وهني، زي مو موجوده، مو متقاطعه ما بين الاثنين اصلا، ما في تقاطع بينهم بين الاثنين. فبهالشكل احنا استفدنا من هذا الدرس. خلينا نشوف بس المشروع الاخير، تشغيل الكود. خلينا نشوف اخر شيء القوائم المشتركه. هني يقول بالنظر الى مجموعتين ابحث عن جميع العناصر المشتركه بين المجموعتين واخرجهما. حلو، واخرج القوائم عموما. حلو، الان المجموعات يقول لك يتم انشاء مجموعه باستخدام الاقواس المتعرجه ولها قيم فرديه. بالنظر الى مجموعتين ابحث عن جميع العناصر المشتركه بين المجموعتين واخرجها. حلو، مؤخرا يقول على سبيل المثال بالنسبة للمجموعة التالية A و B و C، C و D و E. حلو، يجب أن يكون الناتج C لأنها موجود في كلا المجموعتين. يعني يبقي الأشياء المتقاطعة. جميل، حلو، الآن هو أعطاك على سبيل المثال ترى، يعني تلميح، يجب أن يكون الناتج مجموعة تحتوي على العناصر المشتركة. جميل، هني إيش بسوي؟ بكل بساطة، بكل بساطة، يعني حتى إذا جيت تروح حق الموقع عندك مجموعتين، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، تبقي العناصر المشتركة بين المجموعتين. لا تسوي دالة، لا تتعب نفسك، لا تسوي فانكشن وتتعب روحك، لا 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 لا، أبداً. تعال هني وقال له برنت بعدين set 1 and set 2 بس خلينا نشوف الآن النتيجة عشان نفهم ايش قصدي.
طبعا انا اتوقع انكم فهمتوا الدرس، انه سهل. يعني هني مثلا في هذه جاب لنا 2 و4 و6، راح تشوفون 2 و4 و6 مشتركة، لان 2 هذا 2 موجود، ال4 و6 موجودين، وهكذا. خلاص فهمنا شو القصة. الان استودعكم الله. طبعا هذه الدورة خلاص او التقوية خلصناها. اشكركم على المتابعة، شكرا جزيلا. بالنسبة حق الاشخاص اللي يحتاجون، بالنسبة حق الاشخاص اللي في السمستر القادم يحتاجون لهم المساعدة في اي شيء يخص البرمجة، ممكن انهم يتواصلون وياي. وحياكم الله في اي وقت، وشكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافية، شكرا.